ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خبر صار بالنسبة للبيضاويين. أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني للكازا باسواي، والذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 1.7 مليار درهم، وشمل جانبا مهما من التهيئة الحضرية من الواجهة إلى الواجهة. وذكر مجلس الجماعة في بلاغ أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل التي ستعزز انطلاق الخدمة التجارية وفعالية عرض شبكة النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء الكبرى، وتهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وتحسين ظروف التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية. وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة القاطنة بجوار نطاق خدمة وسائل النقل العمومي في مسارات خاصة بجماعة تولد عزوز ودار بوعزة أض حتى تتوفر على اختيارات في وسائل النقل العمومي، وذلك بفضل إمكانية المواصلة بين خطوط كازا باسواي وخطوط كازا ترامواي، وكذا نتيجة اعتماد نفس التعريفة وشروط المواصلة المعمول بها في خدمة الترامواي.